فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة توفي زوجها ولديها 4 من الأطفال، امرأة توفي زوجها ولديها منه 4 أطفال، فذهبت إلى بيت أبيها بعد 3 أيام، فهل فعلها هذا جائز؟ ليش تروح إلى بيت أبيها؟ الواجب تبقى في بيت الزوجية، لأن هذا من الإحداد، من أحكام العدة بقاؤها في بيتها، قوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تتحول عنه إلا لعذر شرعي، ما تستطيع معه البقاء في البيت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.